لديك ملفات فساد كثيرة، هل بإمكانك أن تخبرنا ما هذه الملفات الفساد خاصة المتعلقة والمؤثرة مباشرة على الشأن الأمني في ديالى؟ يعني ملفات فساد أغلبها في الناحية الخدمية، يعني أقصد أنه أبسط الأشياء، كثير من هذه الدعاوى تخص مشاريع وهمية في محافظة ديالى، مليارات من أموال المحافظة تهدر بمشاريع وهمية، وأخرى تهدر بمشاريع بقضايا فساد بأخذ نسب عالية من هذه المشاريع وإحالتها بتنفيذ مباشر بأرقام كأنه إحالة إلى مقاولين. بالإضافة إلى هذا أنه نوعية المشاريع التي أنشأت في محافظة ديالى، لا يوجد أي مشروع استراتيجي في محافظة ديالى إلى يومنا هذا. الآن وفي ظل الدور الرقابي الحالي والمشاريع اللي تم إعدادها، الآن تم إعداد قسم من المشاريع بها نوعا ما استراتيجية، اللي هي صب كبناء مستشفيات أو مدارس أو أمور أخرى أو دوائر بالمرحلة القادمة، وإنما فقط كان أعمال تبليط، وأساس الفساد هي في هذه الملفات، بالإضافة إلى فساد الدوائر الأخرى. وأحب أن أعلن أنه ديالى المحافظة الوحيدة التي لا يوجد فيها دوائر تعمل لخدمة المواطن، وإنما الدوائر في محافظة ديالى تعمل بأمر وخدمة محافظة ديالى فقط، وما يرتئيه ويريده المحافظ لسين من الناس يكون نافذ ولصاد لنا الناس لا يمكن. والروح العدائية اللي أنا تكلمت عنها، أنه إذا عاد السيد المحافظ، إذا صار له خلاف مع مواطن في قرية، هذه القرية كلها لا تشمل بالخدمات بسبب عداء لشخص معين، ولا يعتقد أنه هو محافظ وأب راعي لكل المحافظة، ولا يوجد في محافظ اليوم محافظة ديالى ثلاث أقضية في محافظة ديالى لا يوجد فيها قائم مقام، نواحي في محافظة ديالى لا يوجد مدير ناحية، فأين الإدارة في محافظة ديالى؟ الإدارة في محافظة ديالى بكل مفاصلها وإدارة الخدمية المحافظ فقط.